في حلقة اليوم لنا وقفة في عالم فن الكاريكاتير، هذا الفن المعروف أنه يتحدث عن الواقع بطريقة ساخرة وباعتماد تضخيم الحقيقة أو تضخيم جزء معين من الشخصية المرسومة وتكوين نسخة ممتعة للشخصية مع لمسة من الفكاهة لإيصال رسالة ما. وضيفنا اليوم هو الفنان ورسام الكاريكاتير خالد جلل. حياك الله ابو خلود، منورنا خالد، منورنا. يا هلا بيك. في كليب خلينا نشوفه إيه؟ نرجع معك. حقيقة اليوم احنا سعيدين باستضافتك استاذ خالد، وسعيدين بتواجدك معنا وطلتك على متابعين ومشاهدين. صباح الخير يا رب. استاذ خالد، في البداية، هذا فن الكاريكاتير فن كبير وعميق وقديم، ولكن انت بالنسبة لك فنان شامل، والكاريكاتير هو جزء من هذا الفن اللي قدمه. فلو في البداية تعرفنا عن الكاريكاتير وفروقات الكاريكاتير بين يعني مدارسة إذا صح التعبير. هلأ بالنسبة للكاريكاتير اللي الناس أخذي فكرة هو يعتمد على التشويه والتضخيم والمبالغة، وهذا الكلام صحيح لما بيكون رسم لشخصيات، وهو بدأ هيك الكاريكاتير. نعم. أنك لما بترسم شخصية محددة بطريقة الكاريكاتير بيصير عملية مبالغة بالسلب أو بالإيجاب، تضخيم الأنف، تضخيم، وحسب طبعا ملامح الشخصية. يعني مو كل الكاريكاتير برسم الناس وأنفهم كبير مثل الناس فاكرين. نعم. لا لا، أحيانا بيكون العكس، ملامح الشخصية تفرض على رسام الكاريكاتير وين يعالج وين يظهر النقاط اللي موجودة يبرزها أو يخفيها. نعم. هلأ اللي بدنا نحكي الشيء الثاني اللي هو رسم الكاريكاتير، إذا يعني ممكن نسميه الكاريكاتير الصحفي، ما ينشر في الجرائد وفي الصحف أحيانا ما عاد يعتمد على التضخيم للشخصيات، صار في فكرة تعتمد على المفارقة، أنك تعمل فكرة معينة، وهذا بدأ ينتشر بوسائل السوشيال ميديا وبالصحف والجرائد اللي هو معروف كمان بحكم الكاريكاتير. نعم. بالنسبة لأنواع الكاريكاتير أو مدارس الناس، أنا بوجهة نظري ما بعترف على مدارس كاريكاتير، بقول لك الكاريكاتير الاجتماعي، هي تصنيفات. نعم. لموضوع الكاريكاتير. يعني لما بتقول كاريكاتير سياسي، اللي رسام اللي بيرسم كاريكاتير سياسي ممكن يرسم كاريكاتير اجتماعي. نعم. إذا اعتبرنا، ولكن في موضوعات، موضوع سياسي وموضوع اجتماعي وموضوع إنساني عام، رسام الكاريكاتير هو رسام الكاريكاتير، الموضوع هو الذي يختلف، لا توجد مدرسة كاريكاتير سياسي أو اجتماعي. نعم. موضوع التعليق بالكاريكاتير هو مهم. احنا خلينا ناخذهم حبه حبه. الحين بالنسبه للفن الرقمي الان قاعد نشوف انه هذا الفن دخل عالم الكاريكاتير، وكثير من الناس ايضا يعني صارت تتساهل بالموضوع، انه كانه في صوره انا اقدر اجيبها واعدل عليها. بالضبط، وهذا اللي انا للاسف تعاني منه. انا برسم فن. نعم. رقمي ومن زمن طويل. الفرق هو أن في مفاهيم خاطئة لدى الفن. فكرين الناس الفن الرقمي هو أنك بتجيب صورتك أو تحطها على الابليكيشن أو تطبيق وبتعمل لها شوية فلاتر تنعيم، وهذا فن رقمي، وهذا للأسف مفهوم خاطئ. الفن الرقمي الصحيح أو الاحترافي أني أنا لما برسم على لوحات، لوحات رسم رقمية. نعم. وأقلام، وبستخدم برامج وبعملية رسم حقيقي ولكن بطريقة رقمية. نعم. يعني بدل ما أجيب ألوان مائي وألوان زيتي، هون عندي بختار اللون والتولز والأشياء. نعم. وبرسم عليها، يعني عمليا تطويع التكنولوجيا لتسريع العمل الفني. نعم. بهذا الشكل. بس تجرب أن تكون رسام حتى تكون رسام لازم حقيقي. تكون رسام بالضبط. هذا الرسم الرقمي الحقيقي. أستاذ خالد، الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي كيف ساعدت هذه المنصات على انتشار فن الكاريكاتير، على اعتبار أنه قبل كان الموضوع يعني محدد فقط في الصحف أو بعض المجلات؟ تمام. الآن كيف هذا الفضاء انفتح لكم؟ طبعا أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت سرعة في الانتشار. نعم. وقوة في التأثير حتى. يعني سابقا كانت تخضع رسوم الكاريكاتير لرقابة
الجريدة أو المجلة، وأحيانا لرقابة شخصية أو أهواء أو حسب استيعاب رئيس التحرير للكاريكاتير، أو يخشى أنه يؤول تأويل آخر، فكان يرفض. وطالما رفض إذا حجبوا عن المشاهدة، وكان حتى لما يطبع بالصحف يشوفوا عدد محدود من الناس المتابعين. صحيح. أما بوسائل التواصل أنت بترسم كاريكاتير بتنشره خلال لحظات بينتشر إلى جميع أصقاع الأرض حسب المتابعين. ثانيا لم تعد هناك الرقابة من الآخر، صفة الرقابة الذاتية أو رقابة الضمير، أنا بحسن قرر أنه ينشر أو ما ينشر، أنا اللي عم بحسن قرر بهذا الموضوع. نعم. ما عاد في عندك رقابة شخصية من شخص آخر، أحيانا لم يستوعب الكاريكاتير وبيفرض رأيه الشخصي فعلاً يمنع الكاريكاتير. بما يخص التعليق على الكاريكاتير، كيف تشوف أنه بعض الرسومات اللي نشوفها إحنا مكتوبة، يعني الرسام نفسه حاط تعليق أو يعني خلينا نقول جمل دالة على هذا؟ هلا هو بلا شك الكاريكاتير الذي لا يحوي تعليق يعتبر كاريكاتير عالمي. وهذا عالمي. والتوضيح، الناس تظن خطأ الكاريكاتير العالمي هو ما ينشر في دول العالم، لا. نعم. الكاريكاتير العالمي عندما يكون بحد ذاته لغة عالمية. أنا لما برسم كاريكاتير ما في تعليق ومفهوم يفهمه الفرنسي والأمريكي، إذن لغة عالمية. نعم. أما لما برسم كاريكاتير حتى لو فرنسي رسمه في تعليق صفة محلي. إذن الموضوع الكاريكاتير هو لما بيوصل لمرحلة بيكون هو لغة قائمة بحد ذاته، أنا برأيي هذا كاريكاتير عالمي. نعم. هلأ بنجي لموضوع التعليق، التعليق حتى ممكن يجزه، في تعليق مسهب كثير وهذا أكيد بلا شك يضعف الكاريكاتير. نعم. ولأنه رسام الكاريكاتير لم يستطع إيصال الفكرة بدون تعليق، فاحتاج يتكئ على التعليق ليوصل فكرته، هذا يعتبر نوع من العجز والضعف بالرسام الكاريكاتير بلا شك. في نوع من التعليق احيانا بيكون بسيط، وانا بستخدمه احيانا كلمه كلمتين، احيانا بكون مضطرا انا بعض التعليقات البسيطه لحتى احصر المعنى حتى لا يؤول احيانا فكره الكاريكاتير الى تاويل معاكس ممكن تكون احيانا. ولكن بتكون مقبوله كلمه كلمتين، ممكن تكتب هذا مستشفى هذا كذا، شغلات توضيحيه ارشاديه. بس هذا التعليق المسهب اكيد انا ضده واكيد ضد الكاريكاتير. في شيء تورينا على التابلت استاذ خالد، احنا عندنا دقيقه. هلا انا ممكن احكي هذا مثلا كاريكاتير عم نحكي بدون تعليق اللي موجود. نعم. اللي هو واضح الفكره ممكن اي واحد، انه انا لما هذا الشخص اللي عم يرسم هذا البورتري الجوكندا، المشهد اللي عم يرسمه هو امراه قبيحه مثلا طلعت الجوكندا، انا لما شلت الشخص وحطيت هذا الكاميرا رمزت انه هي وسائل الميديا. وهون استخدام الرمزيه، انا هلا لو رسمت شخص كنت لازم اوضح من هو هذا الشخص اللي عم يرسم. نعم. اما طالما حطيت استبدال راسه بكاميرا، اذا وسائل الميديا بشكل عام كيف تعمل على تغيير الحقائق او تجميل الحقائق. هون عمليه الترميز بالكاريكاتير. نعم. هلا كمان مثلا ممكن كنت عم بتكلم اي هلا هي الرسم الرقمي، يعني هاي هون الصوره اللي انا عم برسم على لوحه الرسم، وهي اللوحه اللي برسم عليها طريقه الرسم الرقمي وبرامج، وليست انه قضيه فلاتر. وممكن هذا مثلا رسم رقمي بورتري، لو فتت تشوف التفاصيل بتشوف ضربات القلم واضحة. نعم. ضربات رسم قلم، هذا كله رسم رقمي أنا رسمه، يعني ما هو مرسوم على الكرتون إطلاقا، وحتى هذا رسم جزء من رسم، شوف تفاصيل. لا تفاصيل ده يعني رسم الموضوع، مش رسم الصورة مو فلتر وليس فلاتر، ولو الناس اللي تفكر خطأ. طيب أستاذ خالد ختاما، تأثير الكاريكاتير في أيامنا هذه حاليا كيف تشوف تفاعل؟ هو بلا شك له تأثير قوي، لأنه الناس تسعى دائما إلى النكتة، تسعى أن تتقبل الموضوع من خلال كوميديا. يعني حتى نشوف أي شيء، البرامج والموسيقى الكوميدية لها تأثير سريع للناس أكثر. الكاريكاتير ممكن نعتبره يصل للناس ويوصل فكرة بطريقة كوميدية ولاذعة وناقدة، وهذا بتوقع معظم الناس إن لم يكن جميعهم بفضلوا هالطريقة على الطريقة الدرامية أو الجادة بهذا الشكل. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك، أتمنى لك دوام توفيق والنجاح. أشكرك. يا رب، وإن شاء الله تجمعنا فيك يعني لقاءات قادمة. والسنة الماضية سويت أنت بورتري لزميلنا خليل، حنرسمك بورتري هاي السنة. طول بعمرك، ما تقصر. ونبعث لك إياه، وممكن أنت تعرضه بعدين بأحد الحلقات. الحلقة القادمة بتعرضه أنت على البورتري بإذن الله. أعتبر هدية متواضعة مني. ما تقصر، مشكور، هدية مقبولة. شكرا جزيلا. إن شاء الله بس يوصلني راح نعرضه على المشاهدين أو على الانستغرام. على حسابك. إيه. شكرا جزيلا. ما في مشكلة.